السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. وكما شفتوا اليوم غنوجد معكم مسمن معمر، كيجي مورق وكيجي لذيذ. غندوزو دابا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها غنبداو بالعجينه. عندي هنا واحد الزلافه ديال الفينو، وعندي تما واحد شويه غندير فيها الخميره ديال الحلوه والدقيق الابيض وصافي. وشويه ديال الملحه وصافي، هادشي اللي كنحتاج في العجينه. بالنسبه للعمارة دابا هنايا عندي الكفته، وعندي تما القرعه الخضراء محكوكه، عندي الفليفله مقطعه صغيره، عندي خيزو حتى هي محكوكه، والبصله مشلضه. كنزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه على البصله وشويه ديال الملحه، غنخليها حتى تشحر واحد شويه، عاد غنزيد عليها الخضره الاخرى. بعد ما تشحرت لينا البصله كما كتشوفوا، دابا غنزيد عليها المقادير الاخرين. هنايا عندي الفليفله كما قلنا مقطعه رقيقه، وغنزيد عليها خيزو محكوكه والقرعه محكوكه حتى هي. بالنسبه للقرعه درت حبه واحده، وبالنسبه للخيزو درت جوج حبات، والفليفله درت حبه واحده. غنخليو هادشي كامل يتشحر مع بعضياتو كما كتشوفو، تشحرو ليا مزيان. غنزيد عليهم دابا الكفته، ومن بعد غنزيد عليهم شويه ديال الربيع والعطريه كما العاده، يعني العطريه اللي كنديرو ديما، شويه ديال الخرقوم سكينجبير، وشويه ديال شويه ديال الابزار. صافي، هنايا غندوز باش نزيد ليها العطريه. هنايا درت واحد شويه ديال القزبر المعدنوس مقطع، وهنايا واحد شويه ديال سكينجبير. الخرقوم البلدي، شويه ديال الابزار. بالنسبه للملحه راه درناها ديجا في الاول مع البصله، صافي كنحرك هاد المقادير حتى يتشحروا مزيان مع بعضياتهم. بالنسبه لي انا استهني واحد شويه ديال الشحمه مقطعه رقيقه، كتبقى اختياريه، اللي بغى يزيدها، اللي ما بغاهاش يعني بلاش، هذه كتبقى اختياريه. بالنسبه للشحمه ما كنزيدها حتى الاخر، صافي حتى كنطفي البوطه عاد باش كنزيدها. صافي، هنايا بالنسبه للحشوه ديالي ساليتها، غنخليها باش تبرد ليا. وهنايا العجينه ديجا يعني وجدات، وصافي كنقطعها هكا قطع صغيره، يعني كما كتشوفوا العجينه كتجي رطبه وكتجي الصراحه سهله في الخدمه. هنايا عندي واحد شويه ديال الزيت مع شويه ديال الزبده، هي اللي غنخدم بها. ودابا غنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق عاد باش غنخدم بهم.
كما كتشوفوا بعد ما دازت 10 دقائق دابا غنبدا نخدم ب غنبدا نصاوب المسمنات ديالي. يعني غتشوفوا معايا العمارة غنديرها غير في جهة واحدة. بعد ما كنورقوها مزيان كندهنوها واحد شويه بالزبده والزيت. وكنجمع عادي كما كنعملها عادي يعني غير في الجن وصافي. كنجمع عليها يعني كما كنجمع المسمنات. كنقطع ليا الفيديو ما شفتوش دابا غنعاود واحده اخرى. كندهن واحد شويه بالزبده والزيت هكا باش كتجمع لينا يعني ما كتخرجش لينا العمارة من المسمن. صافي غنردها للجنب ترتاح وغنكمل بهذه الطريقه هذه. هنايا ملي كملتهم باش غنطيبهم جبت هنا واحد الورق ديال الكوزينه ورق الطبخ كنقد عليه المسمنه باش كنهزو بها هكا كتسهل علينا باش نهزوها بلا ما تخسر لينا. هذه الطريقه مضمونه يعني ما كنضمنوا بلي يعني المسمنه ما كتخسرش كتجي مقاده. صافي كنطيبو المسمن ديالنا كنطيبوه يعني عادي ولكن نبقاو نقلبوه من جهه نعاودو نقلبوه من جهه اخرى نبقاو نقلبو فيه حتى يطيب كامل. صافي بالنسبه للمسمن كنبقاو نقلبو فيه حتى كيطيب كما كتشوفوا على هذا الشكل. هذا كيجي مقرمش وكيجي لذيذ. بالنسبه لهذه العماره هي المعتمده عندي في المسمن كتجي لذيذه. وهذا هو الشكل النهائي كما كتشوف كيجي مقرمش وكيجي من الداخل يعني كيجي فكيجي مورق من الداخل كيجي لذيذ كما كتشوفوا معايا من الداخل. الصراحة سخون واخا كنقطع معكم هنايا كاين سخون. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وشكرا بزاف حقاش كتشجعوني ديما. وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.